استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكل متابعينك في كل مكان. الحلو بيجي في الاخر. الله يخليك. نبدا بسرينيو، واعتقد ان عندك جديد. يعني استكمالا للحديث اللي اتكلمنا فيه بالامس، والحمد لله دلوقتي الناس بتتكلم عنه كله، احنا انفردنا بالامس ووضحنا ان النادي الاهلي ابتدى ياخد خطوات رسميه في ضم سيرينيو صاحب ال 29 عام، المهاجم وصانع الالعاب لاعب صن داونز الجنوب افريقي. وقلنا ان يعني كان في خطاب رسمي تم ارساله منذ ايام لاداره نادي صن داونز للتفاوض بشكل رسمي لضم سيرينيو. وضحنا كمان ان اللاعب ابدى رغبه للتواجد في النادي الاهلي، موسيماني مصر بشكل كبير على ضم اللاعب، ابتدى يكون في تقارب في وجهات النظر، ولكن يبقى المقابل المادي. النادي الاهلي العرض بتاعه لضم سيرينيو لم يتخطى حوالي 3 مليون يورو، بينما يعني بشكل واضح كده يبدو ان صن داونز متمسك ب 5 مليون يورو، وده رقم كبير جدا، لكن هم شايفين ان اللاعب بيستحق. يبقى التفاوض المادي خلال الايام القادمه، وهناك تقارب في وجهات النظر. كابتن محمود الخطيب كان في اتصال مع يعني رئيس نادي صن داونز، ويبدو ان العلاقات المحترمه ما بين الناديين بتقرب من وجهات النظر، لان زي ما انا بقول خلاص موسيماني عايز اللاعب، كمان يعني اللاعب نفسه ابدى رغبه كبيره في انه يرحل الى النادي الاهلي، ويبقى عنده طموح مختلف في النادي الاهلي. فاعتقد التفاوض المادي خلال الايام القادمه ربما بشكل كبير يختم الصفقه. الفكره زي ما حضرتك تعلم ضيق الوقت بسبب مواعيد الصيد، يعني زي ما حضرتك تعلم النادي الاهلي عنده بس لحد 6 ديسمبر مواعيد غلق القيد المحلي، يعني الاهلي بعت القايمه المحليه زي الميعاد المقترح، لكن هو بيحق ليه اضافه اي لاعب لحد انتهاء فتره القيد اللي هو 6 ديسمبر، فمش مبقي بس غير حوالي 3 ايام تقريبا. فخلال الثلاث ايام دول التفاوض المادي بشكل كبير هو لا يحسم اتمام الصفقه. طالما الرغبات كلها متقاربه، اعتقد بشكل كبير سيرينيو بيقترب من النادي الاهلي، وان لم تتم الصفقه في هذا التوقيت بشكل كبير ايضا ربما تتم في فتره الانتقالات القادمه اللي هي بعد 7 اسابيع من بدايه الدوري، احنا بنتكلم في شهر فبراير، لكن الاهلي عايز ياخدها من دلوقتي علشان يتم قيد اللاعب في القايمه الافريقيه والقايمه المحليه ويقدر يستفيد بيه في الفتره القادمه. فاذا التفاوض المادي هو اللي هيحسم مصير الصفقه اللي بتقرب من النادي الاهلي بشكل كبير، واعتقد ربما قبل 6 ديسمبر نرى سيرينيو لاعبا في النادي الاهلي. يعني في تواصل حصل ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين رئيس نادي صن داونز. بالفعل، ورئيس نادي صن داونز راجل يعني ما شاء الله ملياردير، فهو علشان كده برضه يعني من الناس المستثمرين الكبار جدا هناك، فبيحاول يزود من قيمه الصفقه، وعنده قناعه ان اللاعب يستاهل اكتر من كده. لكن الجديد ان كمان يعني كان في جلسه ما بين رئيس نادي صن داونز وما بين سيرينيو، سيرينيو افصح انه عنده طموح ورغبه في الانتقال للنادي الاهلي. في نفس الوقت حتى تواصل الكابتن محمود الخطيب مع رئيس نادي صن داونز بيأكد ان العلاقات المحترمه هي الاساس في اتمام الصفقه. يعني بمعنى اصح ان لو حتى لم تتم الصفقه، النادي الاهلي عنده علاقه جيده جدا ووطيده مع نادي صن داونز، ان تمت الصفقه فهتتم في اطار من التفاوض المحترم ما بين اداره الناديين، فالامور كتفاوضيه ماشيه باحترام جدا يعني، وده امر جيد بصراحه. طيب قول لي يا احمد، في سؤال مهم يعني، احمد الشيخ ماشي فري صح؟ خلينا نقول ماشا فري، بس يعني تم انهاء التعاقد بطرديه ماليه ما بين الطرفين يعني. لا يعني احمد خد فلوس ولا ما خدش؟ لا، احمد شيخ ما خدش فلوس، وتم انهاء التعاقد بشكل ودي وفي تراضي ما بين الطرفين، بمعنى ان النادي الاهلي اتفق مع احمد الشيخ علشان يتم فسخ التعاقد بالتراضي. فاحمد الشيخ طبعا ليه مستحقات عند النادي الاهلي، وليه مكافآت عن بطوله افريقيا والدوري وحاجات كده كتير، فبيتم التنازل عن جزء منها علشان يتم انهاء التعاقد بالتراضي، وبيصبح اللاعب حر ينتقل لاي نادي. طيب يعني بعض الناس بتقول انه كان جاي الاهلي بمبلغ كبير جدا 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 جدا، ازاي الاهلي يمشيه من غير تسويق ولا يستفيد منه ماليا؟
أتفق معاك طبعا في هذا الشق. كان من الممكن ومن الوارد جدا إن يتم بيعه بمبلغ حتى لو مش كبير، مبلغ مقبول يتم بيعه في وقت. لكن المشكلة في ضيق الوقت يا أستاذ عبد الناصر، أنت محتاج تأيد القايمة بتاعتك، وعلشان تأيد القايمة بتاعتك وحتى هترفعه من القايمة فأنت خلاص مش هتقدر تصبح لاعب فري. فوأنت محتاج تبعت القايمة وتسجلها في اتحاد الكرة قبل نهاية الشهر. ولذلك صالح جمعة واحمد الشيخ هم دول الموقف. وخلينا نقول ان ما كانش في عرض رسمي لاي حد من الاثنين يتباعوا، يعني حتى عرض بيراميد كان جاي عن طريق المبادله ما بينه وما بين محمد فاروق. فلما اداره النادي الاهلي رفضت فكره محمد فاروق، بيراميدز حتى تراجع شويه عن اتمام الصفقه بهذا الشكل. فاصبح النادي الاهلي ما عندوش حل غير ان يقعد مع اللاعب ده واللاعب ده وكيل اعمال الاثنين، ويتم فسخ التعاقد بالتراضي. ممكن يكون فيها خساره ماليه للنادي الاهلي، ان لو كان هناك وقت كافي من الممكن ان يتم بيع احدهم او تسويق احدهم بشكل كافي للاستفاده بالمقابل المادي، ده امر وارد طبعا. طب خلينا بس عشان نتكلم بامانه برضي، انا شايف ان ده قصور في التسويق. يعني انا لغايه دلوقتي حاسس برضي عشان ابقى امين ان الدور بتاع امير توفيق غير مكتمل. يعني الاهلي فشل في تسويق ازارو بشكل كبير، وفي الاخر رضي بالامر الواقع عشان الوقت. في عندك فشل في تسويق جيلاردو، وعمل لك السكينه على رقبتك، لاعب ملوش لازمه، ولا اما تدوني فلوسي لا اما امشي ببلاش، حتى مش عايز يمشي ببلاش. يعني مصيبه جيراردو ان لو الاهلي مشاه هيرجع للاتحاد الدولي، لكن جماهير الاهلي نبقى صراحه معاها، جيراردو مش عايز يمشي ببلاش، ادوني باقي عقدي وامشي. عشان كده ده عامل زي الجرده، هيفضل يقرف في الاهلاويه كده لغايه ما عقده يخلص. في فشل في بيعه وفي تسويقه. احمد الشيخ لاعب بتمشيه ببلاش وانت مشيته، وبعد كده رجعت جبته، وما بين المرتين فلوس وفلوس كتير. يبقى لازم يعيد النظر الاهلي في موضوع التسويق، ويتجاب حد مختص، حتى وان كان امير توفيق شاطر في التعاقدات يبقى مسؤول عن التعاقدات، ويتجاب حد شاطر في التسويق او شركه متخصصه في التسويق. لان كده كان نبقى امنا كده حرام، هذه الفلوس تهدر. انت مشيت احمد فري فده اهدار للفلوس. اتفق معاك يا استاذ عبد الناصر في جزء من الكلام ده، مش عارف كلام عسر، لان انا برضو خليني بامانه كلمت امير توفيق لان انا متوقع السؤال ده، انا عارف، لكن هو امير توفيق ما ردش، فيبدو ان بس كان في حاجه. فيعني هتواصل معاه ان شاء الله خلال ساعات نوضح اللايف اللي جاي نوضح رده على هذا الشق. لكن انا اتفق معاك ان لو كان في وقت كافي كان النادي الاهلي يقدر يستفيد باحمد الشيخ او بصالح جمعه، بس هي المشكله ان مفيش عرض مناسب للاثنين. المشكله ان انت محتاج تطلعهم سريعا من القايمه. بص، جمهور الاهلي اتعود مننا الصراحه. عجبني الكابتن ضياء السيد امبارح لما قال حاجة حلوة جدا، قال لك أنا ضياء كأهلاوي عايز أنا العالمية، لازم لما يبقى فيه قصور لازم أتكلم فيه. يعني لازم يتعرف يا جماعة الملايين اللي دفعناها في فلان ما جاتش ليه، كان ما نكررش الخطأ، لكن عدم الحديث بيعني تكرار الأخطاء. فالأهلي عظيم وكبير، طب ما أجيب شركة تسويق عالمية، اتعاقد مع شركه تسويق عالميه للعيبه، ويبقى عندي حد مسؤول تعاقدات. وعلى فكره ده توجه في العالم كله، انا بس حابب ابعت ده للمسؤولين للاهلي، لان انا الاوان ان الاهلي حتى يعمل هو شركه تسويق لاعبين، شركه مساهمه مصريه زي شركه الانتاج اللي عمل منها القناه، وبكده يكون أول نادي في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط يمتلك شركة تسويق لاعبين، ومن خلال الشركة دي أقدر أبيع، لأني أتعاقد مع ناس بروفيشنال بتاخد مبالغ كبيرة في الشركة، فهتعرف تسوق إزاي. يعني أقول لك على حاجة، الكابتن حازم الكديكي يا ريت يحضرنا في الموضوع ده. كنا بنتكلم عن لاعب الترجي الليبي حمدي الهوني. فالكابتن حازم
قال لي حاجة حلوة جدا، قال لي هندل هوني متعاقد مع شركة برتغالية، لأن البرتغاليين أشطر ناس في العالم في التعاقد وبيع اللاعبين في العالم كله، فملهوش وكيل. تخيل انت لو الاهلي جاب شركة برتغالية، يعني انا معرفش، لكن حازم الكديكي قال لي ان البرتغاليين اشطر ناس في العالم، صح، يعني يجيبوا لك من البرازيل وجهة نظر والارجنتين محترم. صح، ويجيبوا لك من العالم احسن لعيبة باقل الاموال، ولما تبيع شطار في البيع. طب هل هو الاهلي المشكلة بس يا صاحبي مصر برضو، خلينا نحط نفسنا في الطرف الثاني. انت كجهاز فني مش محتاج احمد الشيخ او مش محتاج صالح جمعة، وعايز تطلعهم من القايمة بتاعتك، ولو طلعتهم من القايمة وخليتهم، انت هتديهم كامل عقدهم على مدار السنتين ولا الثلاثة بص المتبقيين في عقد احمد كل واحد خلاص، بص فيهم؟ اقلب الصفحه، مش هناقشك في ده لغايه ما تكلم امير توفيق، نحترمه لا ربما يكون عنده ردود. انا ما طرحت انا لك، عارف قلت لك والله، انا بفكر معاك، انا بفكر معاك بصوت عالي. جماهير انا الاهلي، جماهير الاهلي بتتساءل الناس اللي بتمشي ببلاش دي ليه؟ وليه بنجيب ناس غاليه وفي الاخر ما نستفدش منها؟ فعايزين نسال امير، ان لم يقبل معنا المداخله اسأله ونفتح الملف ده بكرة. ولكن موضوع شركة كبيرة تليق باسم الأهلي أصبح ضرورة. النهاردة الأهلي بعد التسعة في حتة تانية خالص، في حتة تانية لا طبعا، خالص. أنا الأ... فكرة محترمة واردة جدا من ضمن الشركات النادي الاهلي اللي بيعملها، ما ايه المشكلة ان يبقى في شركة لهذا الشأن؟ اكيد حاجة محترمة جدا يعني. ده بس اتفضل. انا معاك في الفكرة ومعاك في الاقتراح ومعاك حتى في التساؤل، بس انا بقول لك يعني في بعض الامور هي اللي بتخلي الامور تمشي كده للاسف. يعني انا برضو من معلوماتي ان امير توفيق كان جاب عرض من هولندا لاحمد الشيخ، لكن احمد الشيخ رفضه، وبالتالي خلاص الاهلي مش هيجبر اللاعب على رحيل لنادي معين. طب الاهلي لو ما ايدوش، طب الاهلي لو ما اقول لك ايدوش، على سر يا احمد، الخليجيين شغالين فيه. عارف شركة التسويق بتبقى ايه فيها؟ بيبقى فيها اطباء نفسيين، يعني لو عندك لاعب مش موافق بيبدأ يتهيأ نفسيا. طب انت مش موافق ليه؟ ما انا ممكن نطلعك ونجيبك. ما يقدرش. بص، الأندية عندما تكبر لابد أن تعظم من قيمتها، والأهلي عظيم، واللي في الأهلي معظمين من قيمته، لا أتحدث في ذلك. ولكن أرجع وأقول لك، آن الأوان أن يكون الأهلي هو أول نادي عربي وإفريقي وفي الشرق الأوسط يمتلك شركة أو يتعاقد مع شركة كبيرة لها سي في جامد، تكون مسؤولة عن ملف التعاقدات وملف البيع. وعلى فكرة في شركات بتشتغل في قلب أفريقيا وفي العالم كله، يعني يتوفر لك لبن العصفور. طب ما انت مشيت صالح ببلاش يا أحمد. فانا معاك، انا ما قلتش حاجه والله، انا معاك في نفس التساؤل، بس انا بقول لك ايه، انا بحاول انقل جزء من وجهه النظر الناحيه الثانيه، ان المدير الفني مش عايزهم وما فيش عروض ليهم، ولو سيبناهم مقيدين في القايمه هيقول لك ناخد زي ما الفيك بيقول عقدنا بالكامل. طب اعمل ايه؟ هديهم العقد بالكامل؟ ما انا مش محتاجهم. طب ايه الحل؟ خلاص هتفق معاهم بص بالتراضي. يا احمد، احنا ناس بنتقي الله وهنموت. لو ان هذا في اي مكان تاني كانت قامت الدنيا ولم تقعد. النهارده الاهلي مشي صالح ببلاش، لو في الزمالك كانت الدنيا ولعت. انا مش بقول علشان بس الناس، لا مش بثبت ان انا محايد لما يلزمني. انا ما احبش الحياد، انا اقول حياتي مش محايد، انا اقول حياتي لا مع لا ضد. انا في النقطه دي الأهلي لابد أن يستفيد. يا عم بلاش نقول غلطان، ولكن بعد الدروبات دي والأخطاء المتكررة لازم يبقى عندك ناس بروفيشنال وتتعاقد مع شركة متخصصة. خلاص، مش أنت عايز تعتبر حسن النية موجود وإن الدنيا مش عارف إيه وإن الوقت ما ساعدش؟ طب خلاص نستفيد ونجيب ناس متخصصة للموضوع. اتفق معاك في الفكره، ما عنديش اي مشكله بالفعل،
وانا هنا والله مش بجد مبررات على فكره، انا بقول لك يعني خلينا نرجع لامير توفيق ونجد نشوف الرد ايه. وانا معاك برضه في نفس التساؤل، ان انا لو كنت اتصرفت بسرعه اكتر اكيد كنت هستفيد ماديا اكتر من الحال اللي انا عليه ده، مليون طب في الميه. ما هيثم عرابي كان شاطر جدا وعنده اجنده رهيبه جدا 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 مع طبعا شركات عالميه. طب ما طبعا، اجيبه ما وهذا اجيبه لا ما اجيبه مع امير يا عم، وكله لصالح الاهلي بالظبط، وده لا يقلل من امير توفيق على يا فكره، عم، انا ما بتكلم في يقللش تحسين يابا. الخدمه. الاهلي طبعا يستحق ان يكون عنده 500 واحد، ده الاهلي. انت بتتكلم على الاستفاده الماديه، حتى لو في ظروف ادت لمثل هذا التصرف، لا طب ما ناخد الخطوات الاحترازيه بعد كده ان انا ما اتحطش في الموقف ده تاني، خصوصا ان انا ممكن اكون اتحطيت فيه قبل كده يعني كمان. حد رد عليا برضه دلوقتي من الاخوه المحترمين اللي على علاقه بالناس في الاهلي، قال لي بالفعل الاهلي خد قرار بانشاء شركه كوره، ومن داخل شركه الكوره هيكون الكلام اللي انا بقوله ده. يعني الحمد لله الاهلي بيفكر بنفس اللي احنا بنحلم بيه، لان في النهايه انت عايز نادي زي الاهلي زي الزمالك وباحسن نادي في الدنيا دون كيان ام عربيه وافريقيا وقبل مصر. بالفعل الاهلي خد في اجتماع في اجتماع وفي احد اجتماعاته قرار بانشاء شركه كوره، ومن داخل شركه الكوره سيكون الفكر اللي انت بتتكلم فيه تسويق اللعيبه وفروع واعلانات وتعاقدات واكاديميات والكلام ده كله. ده حقيقي، لان شكرا على لان الرد، شركه يعني كويس ان احنا لقينا رد، يعني ده شيء محترم يعني. لان شركه الاهلي لكره القدم احد فعلا الانشطه اللي فيها ليها تسويق لاعبين والعقود بتاعتهم، لكن ده اكيد هياخد وقت انه يطلع من النور يعني، فلازم يطلع للنور، بس يعني الفكره وارده جدا يتم الاستفاده بيها ان شاء الله الفتره القادمه يعني. اللي بعده خلينا نروح للخبر لا، اللي بعد كده الناس الاول. بتسألك، بس الأول عندك أخبار صالح جمعة رايح فين؟ لا صالح جمعه، يمكن عبد الرحمن مجدي وكيل اعماله كان قال لنا ان مفيش، يعني هو قال انه عنده بعض العروض المحليه وبعض العروض من بعض الدوريات بره، لكن هو لسه لم يحسم مصيره. مشكلته انه ما كانش بيشارك يعني بقدر كافي الفتره الماضيه، لكن حتى هذه اللحظه لسه مصير صالح جمعه غير معلوم يعني. ويمكن انت وضحت كمان موضوع احمد الشيخ ونفيت موضوع الزمالك واحمد احمد الشيخ الشيخ محترم وتعرض لظلم من الاعلام النهارده، وادوه انديه ومشوه منها بشكل غير دقيق ومعلومات كلها مغلوطه. صح، وهو كتب ده على تويتر ووضح الموقف ده يعني.